واصل القعدة للحديث عن الدوري الجزائري المحترف الأول موبيليس وأبرز المباريات المبرمجة نهاية الأسبوع. نتحدث في القعدة لنهار اليوم عن لقاء روراوة مع مختلف رؤساء الأندية بيستيف والقرارات التي تحدث عنها محفوظ قرباج رئيس الرابطة لأجل تنظيم الدوري الجزائري. نتحدث عن الأزمة التي دخل فيها وفاق وسطيف وهل سيكون المخرج منها من مباراة شباب قسنطينة هذا السبت. نتحدث عن مولودية العلمة وقرار الفسخ لعقد المدرب حجار وهل الطريق سيعبد للبابية بعدها. كما سنحاول الاتصال برئيس نادي وفاق سطيف للحديث عن التدابير المتخذة وما هو مصير المدرب في حال تعثر الوفاق أمام شباب قسنطينة. نسعد كثيرا بلقائكم مستمعين الكرام من القعدة بكل روح رياضية مباشرة من الإذاعة الجزائرية بسطيف وفي هذا البلاطو الضيوف الأفاضل. السيد الحاج نور الدين المنتخب ومدرب المنتخب الجامعي والمدرب السابق لوفاق سطيف، نشكركم على تلبية هذه الدعوة. شكرا. شكرا جزيلا لكم سيد صحراوي التهامي المدرب القدير الذي معنا دائما للتحليل والنقاش في هذا البلاطو. ونرحب كثيرا بسيد سليم أساسي المحلل والناقد الرياضي والحكم الدولي السابق. كما يحضر معنا كذلك المناصر لوفاق سطيف أبو بكر ماتام للحديث عن مباراة هذا السبت بين شباب قسنطينة ووفاق سطيف. أهلا بكم أينما كنتم مستمعينا الكرام. إذن الحديث خلال الساعات الماضية يدور حول مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة وحديث آخر كذلك عن الإجراءات المتخذة من طرف الرابطة الوطنية لكرة القدم والتدابير المتخذة من أجل تسوية العديد من الأمور العالقة. بداية معكم الحاج نور الدين، مرة أخرى نشكركم على تلبية هذه الدعوة من أجل أن ننور الرأي العام خاصة الأوساط الرياضية التي تترقب خلال الساعات الماضية والقادمة كل ما يتعلق بوفاق سطيف وأندية الدور الجزائري المحترف الأول موبيليس. البداية تكون من الاجتماع الذي جمع أمس سيد روراوة محفوظ قرباج ومختلف رؤساء الأندية الحاج نور الدين. قال من بين ما قاله محفوظ قرباج هو أنه هذه الاجتماعات كانت تكون في آخر الموسم لكن للظروف الطارئة التي تحدث عنها، المباراة الأولى لشباب الوزداد ومولودية العاصمة وأحداث الشغب التي وقعت فيها، بعض المشاكل التي لا زالت عالقة بخصوص الأفارقة. ألا تؤكدون الحاج نور الدين بأن أمور الرابطة لا زالت بعيدة كل البعد عن الاحتراف ونحن نتحدث عن سنوات قضيناها في هذا المجال؟ شكرا سي سليم، السلام عليكم. دابا نشكركم على الضيافة هذه. مو جو بونس كو لو بروبليم دو لا فيدراسيون دو لا ليغ ناسيونال سي كي ان بو دو بانيك دون لي او نيفو دو فوتبول الجزائريان بور دي ريزون ايفيدونت ديبي دي زاني عند عوام لي ميم بروبليم، بروبليم دو لا فيولونس، بروبليم دو دي زيترانجي كي سون لا، بروبليم دو بروفيسيوناليزم لي ميم، يعني لي بروبليم دو سون بوزي ديبي دي زاني. اي طون كو جو بيرسيست ا دير طون كي ني ا با ان غران سيمينار كي كونسيري تو لي اكتور دو فوتبول الجزائريان سي بروبليم ريستون بوزي. سا دير كو لا فيدراسيون اي لا ليغ ناسيونال سون تران دو رياجير او كو بار كو. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, on se réunit, on essaie de trouver une solution. Il y a eu des incidents prévisibles, moi je pense. Les incidents qu'il y a eu entre le Mouloudia et le CRB étaient prévisibles. Tout le monde s'attendait, en cas de défaite d'une équipe ou de l'autre, il y aurait eu des incidents. Ça, c'est une réaction depuis des années, les mêmes réactions sont sur le terrain. On n'a rien inventé, on voit toujours les mêmes réactions. Maintenant, s'il s'agit de réagir aux incidents qu'il y a eu au SMO, ils n'avaient pas besoin de réagir. Les décisions ont été prises depuis des années. L'équipe leader des incidents, Anda Wiklo, Anda Grama, Anda Adek. Mais le fond du problème n'a jamais été traité. Tant qu'on ne traite pas le fond du problème, et je l'ai dit, la dernière intervention Téna, Nes peut-être m'a t'sara chmlih, m'a t'fem chrana nahdou, Gunda Billy, les problèmes ont été rencontrés par d'autres peuples, d'autres nations. كي اللي خلقوا الفوتبول لانجلتير سي هي اللي انفونتي الفوتبول، صراو لها مشاكل اكثر من تاعنا. لي جون سون ريوني
et ont pris des décisions fermes jusqu'au jour où il n'y a plus de grillage entre les footballeurs et les supporters. Tous les supporters acceptent tous les résultats de leur équipe parce que finalement ce n'est qu'un jeu. Le football n'est qu'un sport, ce n'est qu'un jeu. Donc les décisions ont été prises par des nations. نديرو كيفهم متنا قربات جيت لهم يقول اللي عنده دو ويكلو التروازيام يعود يلعب سان راجل باري. شكرا لك الحاج نور الدين معنا مباشرة من العاصمة أظن حسن حمار رئيس نادي وفاق سطيف. مرحبا بكم سي حسن. أشكركم على تلبيه. نعم حسن حمار يبلغكم التحية. شكرا. ويبادلونك نفس الشعور رئيس النادي حسن حمار. بداية حسن حمار، مباراة قوية تنتظر وفاق سطيف هذا السبت وهي مفصلية، لأننا نقول أنها مصيرية لكن هي مفصلية في مسار وفاق سطيف أمام شباب قسنطينة. بدنا نعرف تحضيراتكم لهذا المباراة سي حسن. والله شوف الاخ سليم عندهم يقولوا مفصليه، انا ما نشاطرش ما نقولش مفصليه. مقابله تاع الدوري الجزائري يعني الجوله الثالثه صح التاريخ تاعنا، نظن باللي يفوت بفتره فراغ، نظن باللي لازم واحد تكون عنده شجاعه ويقولها. الفريق نظن النتائج لا كاينين نتائج ما مشاتش، وانا اللي نتحمل كامل العواقب، لا طاقم فني لا لاعبين، انا المسؤول الاول والاخر. دونك لا فيه نتائج وكاين نتائج، لازم الواحد يستعرض ويقول كيما فرح الانصار بينا وحطينا في الاعلام وشكرنا كل شيء، لازم يجي طون ثاني باش يكريتيكينا ونقبلها انا بكل صدر احد. نظن باللي الفريق تاعنا ما مشاش، لكن انا متاكد ومتيقن باللي الفريق تاعنا يرجع في البطوله وراح يقول كلمه تاعو، لانه عندنا فريق ونقولها وناكدها باللي عندنا فريق اللي يقول كلمته في الدوري الجزائري. قضيه يعني صح وقت وكل شيء، لي زوتوماتيزم ما كانوش ماهمش كاينين في الفتره هذه مع الفريق، لكن الانتدابات اللي نداها الطاقم الفني وحنا نظن باللي انتدابات نوعيه ولاعبين اللي عندهم امكانيات، وان شاء الله الامكانيات راح يجسدوا على ارض الواقع، ولما ان شاء الله تكون الانطلاقه من ان شاء الله مقابله شباب قسنطينة. سي حسن، يعني المباريات ثلاث فقط التي لعبها وفاق سطيف لحد الان هي غير كافيه من اجل تحديد قوه هذا الفريق الذي تتحدثون عنه، لكن ما حصل للوفاق يعني من ازمه نفسيه ان صح القول، قبل ان نتحدث عن ازمه اخرى، هذه الازمه النفسيه يعني كيف تتعاملون وتتعاطون معها، وما هي التشكيل التي سيدخل بها الوفاق في مباراه شباب قسنطينه؟ الأخسر ما عندك ناس مدربين وعندهم من خبرة ما يكفي، وفيها حتى ناقد رياضي كما قلنا سليم. نظن باللي شوف لازم نفهموا حاجة، لا بريباراسيون تاع الفريق، الفريق اللي يلعب 50 مقابلة السنة الماضية، يعني نهضر فريق اللي يلعب في الدوري الجزائري، ما نهضرش على الفريق اللي تلعب بيتمشط في أوروبا 50 مقابلة عادي اليوم. باش علينا حنا حاجة جديدة في البطولة الجزائرية، فيه لاعبين استخدامات جديده، فيه لاعبين اللي مصابين، الفريق دا اسبوع باك تاع راحه. نظن باللي هذه كامل العقليه تاع اللاعب الجزائري ما تتماشاش وما تتاقلمش مع الاحتراف اللي كيما يتكلموا عليه الخوا. نظن هذه من الاسباب اللي خلات الفريق تاعنا. ضف الى ذلك كاين المجموعه اللي محضره كانت لي لعبه التحذير تاعها اكبر من اللاعبين اللي ما لعبوش الدوري الجزائري اللي عندهم غير زوج جولات. نظن لي زوتوماتيزم ما كانش فيها، ان شاء الله احنا فيها كيما الوفاق، ان شاء الله برك لي زوتوماتيزم يجيو في اقرب وقت. نظن باللي الطاقم الفني مشكور وعنده ثقه كامله تاعي بهذا يعمل، ان شاء الله نساندوا الفريق. ويمكن يقول لك لازم تكون وثبه بسيكولوجيه للاعبين وللطاقم الفني، لانه في امس الحاجه الطاقم الفني واللاعبين بامس الحاجه بالدعم السيكولوجي. الدعم السيكولوجي هذا يكون عند الناس الكل من طاقم فني انصار يعني الناس الكل، بس الفريق تاعنا يولي المثابه تاعو، وان شاء الله متاكدين باللي راح ان شاء الله نفرحوا مع بعض في نهايه الموسم. حسن حمار فقط لو سمحت، يعني حقيقه يجب ان يلتف الكل على وفاق سطيف في هذه الظروف الصعبه، لكن بعد مباراه السودان كنتم قد صرحتم وقلتم بان هناك بعض اللاعبين الذين فاتهم القطار على حد تعبيركم، يعني هل معنى ذلك انه بعد المباريات القادمه سيكون هناك تغيير شبه جذري للتشكيله او اللاعبين الذين انتدبتموهم؟ ما شوف باش يكون تغيير جذري ما تغباش، لانه القوانين ديجا باي افوار دوتر
دي زامودمون في يخص الاجازات تاع اللاعبين للدراسه كان الاجتماع ديجا اونتر 21 ايفان دو جوا لي ليسونس 25 نظن ما انا شاطر في كاربي لانه كل فريق في نهايه الموسم كيدير لو بوت بارتيسيباسيون تاع اللاعبين كاع تيكمون الى يتيليزي اونتر 18 19 ماكسيموم دي جوا خلينا حنا السنه الماضيه وين لعبنا ب 27 لاعب لانه كانت الاصابات وكاين كثره المقابلات لكن هي في البطوله ما كانش فريق يستعمل اكثر من 18 19 لاعب دونك فيما يظهر كاينين اثنين ولا ثلاث لاعبين هذه اللي ما كانتش ما سمحتلناش الفرصه السنه الماضيه هذه السنه لانه رابطه تبطل في الرياضه المجموعات ما خلاتهاش لكن عندنا لاعبين بصفه عامه وفيها فئات شبانيه فيها لاعبين اللي في المنتخب الوطني اقل من 20 سنه عندنا سبع لاعبين اللي يعني مع العمل اللي تعمل ان شاء الله انا متاكد باللي الفريق تاعنا يرجع يكون واحد ولا اثنين من المفاتو اذا مال نقولوا واحد ولا اثنين لان التشكيله تاعنا فيها ما نقدرش نديروا اكثر من ثلاثه ولا اربع لاعبين باش ما نزيدوش نطيحوا في نفس الاشكال لي زوتوماتيزم وكل شيء واحد ولا اثنين من اللاعبين ان شاء الله الفريق تاعنا يمشي باذن الله. سي حسن من بين اهم القرارات التي بشر بها وفاق ستيف خلال الساعات الماضيه هو مشاركتكم في النسخه الجديده لكاس العرب بعد ان كنتم طرفا هاما فيها عام 2007 يعني ماذا عن هذه جديد هذه النسخه الفرق المشاركه وتعدادكم للدخول في هذه المنافسه العربيه؟ شوف باش نقول لك شوف الاخ سليم باش الواحد سليم باش يكون واحد ساده شوف هي رئيس الفيدراليه كلمني وقال لي لكن باش تكون بصفه رسميه وتلقينا برقيه مع عند الفيدراليه ومع عند الاتحاد العربي هذا ما كانش لكن فيه باللي مشروع تاع ان شاء الله اونتر لو موا دو نوفمبر لو ماتش فيزاري باي افوا وي كلوب لي ميور تاع الكونتينو افريكا وازياتيك اتحاد جده الفيصلي الاردني الرجاء المغربي في حاله ما نروحوش الهلال الاهلي والزمالك للنهائي تاع الكاف ممكن يكونوا هما ولا يكون الاسماعيلي فريق اخر الطرجي والسياقسي وفاق ستيف نظن باللي ان شاء الله هكذا باش نزيدوا اللاعبين تاعنا اللي غيرناهم وما يخفاش عليك باللي التشكيله ولا تشكيله شابه بزاف تزيد تربح من التجربه وان شاء الله ما تخليها باش في قادم الاستحقاقات تكون في مستوى كبير ان شاء الله. اخر سؤال سي حسان حمار قبل ان تغادرنا مباراه شباب قسنطينه الهامه والمهمه لا شك ان لكم رساله توجهونها الى الانصار من اجل انقاذ هذا الفريق معنويا لانه ماديا لا حديث عنه ولا باس به يعني. بالفعل الحمد لله انا قلت لك الفريق من الناحيه المعنويه انا نقولها وحقيقه هذه ما نقدرش انا نخطيها بحظها لان النقاد والمعارف كره القدم احسن مني او في السجن هاك يعرفوا بلي هذه الحقيقه نظن بلي ليكيب دو جوا كيما يقول لك بس تيام بوكو بليس مورال بلي ثاني ما نقولوش غير من الانصاف ثاني لاعبين لازم هما هنا بكتبان الخبرات تاع زيايا وتاع دلهوم وتاع خبيريه وتاع زهير وتاع باقوتو هنا وامادا هنا اللي تبان الخبرات تاعهم والتجربه تاعهم لازم ثاني هما المؤلف في الشط بطاقه افعال الطاقم الفني حنا كمسيرين الانصار ان شاء الله يكونوا بقوه وان شاء الله هذيك في وانا متاكد ان شاء الله في نهايه الموسم نقولها وناكدها ان شاء الله فيه النتائج اللي تفرح الانصار وتخليهم يخرجوا بالشارع كما خرجوا السنوات الماضيه. حسان حمار رئيس نادي وفاق ستيف شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم التوفيق وتعود الفرحة إلى بيت الوفاق شكرا جزيلا لكم. قاعدة بكل روحنا الرياضية مباشرة من اللقاء الجزائري بستيف استمعنا منذ قليل لرئيس نادي وفاق ستيف حسن حمار تحدث عن الوضعية قبل مباراة شباب قسنطينة وقال بأن النقاد هم الذين لهم الطريقة المثلى للحديث عن هذه الأمور. حاج نور الدين فهمنا الرسالة تاع رئيس النادي حسن حمار أنا بودي كمختصين في وتقنيين يعني ماذا ينقص وفاق ستيف من أجل أن يظفر بثلاث نقاط على الأقل من مباراة شباب قسنطينة كيف يجد حل هذه المشكله؟ شوف سليم توصون شاطر ان بوش قال حمار ابروبو دو لا سورشارج دو كومبيتيسيون تاع سيرتان جوار جاي لو ميم بروبليم لي زاني 89 90 كنت انا بوزيد اي بيتيموني باش كنا سي تستنى فينا نمدو حلول صدير الحلول هذو سي لو ستاف تكنيك كي دو لي تروفي جيتي دون ستاف تكنيك على لانه صاحب القرار يعني اون ايتي كونفرونتي او ميم بروبليم اي سورشارج دو ترافاي بور لي جوار كي افي بري لو تيتر على ليبوك
كي في جوي لا دوزيام ديفيزيون كي في جوي لا كوب دافريك داوها وطلعوا هذاك ايزيتي سور لي جنو يافي دي جوار كي تي سور لي جنو سي سو بروبليم سو بوز عند لونتون بيسك ابارامون دابري لو بريزيدون لو ستاف تكنيك اي لي ان سور شارج pour certains joueurs. Il y a peut-être des joueurs à mettre au repos obligatoirement et attendre qu'ils régénèrent leur force. Il faut injecter de la jeune génération. Il a des joueurs, des internationaux jeunes. À l'époque, on n'avait pas hésité à le faire. Moi, je me rappelle, au premier contact, le premier match, on avait perdu contre Kouba à domicile. Qu'est-ce qu'on avait pris? La décision est Bouzid, et il peut témoigner, puisque les gens attendent de nous des suggestions. On avait décidé de mettre 9 joueurs au repos, 9 joueurs champions d'Afrique au repos. Même Bourhjilet, le staff technique, peut témoigner. Et on avait pris des jeunes de l'entente, des jeunes catégories, et on avait aligné 13 matchs sans défaite. Moi, je pense, les supporters, ils attendent ce genre de décision. Et non pas des paroles du genre, vous allez nous voir le prochain match. Les gens attendent le prochain match, et le prochain match, il n'y a pas de résultat, et les gens sont déçus. Au lieu de tenir ce genre de discours, il faut prendre des décisions. Si ça, avec le staff médical, le staff technique, ils trouvent que des joueurs sont surchargés, ils sont fatigués, il faut les mettre au repos, avec un suivi médical approprié, avec un suivi de préparation physique approprié. Et là, vous allez voir que les joueurs, peut-être dans 4 ou 5, parce que le supporter, qui te connaît au Béchi Heda, il va attendre, il va être patient. Mais qui m'attrape de ce genre de discours, il n'attendra rien, il attend des résultats, le supporter. Mais qui traîne fait un mobile qui n'est pas qui m'a adoré, m'sarri, frontante. Et je comprends ce que dit Hamar. C'est peut-être l'équipe qui a joué le plus de matchs, l'Amli Fête. Mais il fallait prendre des décisions de mise au repos de certains joueurs obligatoires. Parce que vous savez, le Real Madrid, les joueurs, ils prennent juste minimum c'est 15 jours de repos après la fin du championnat. Ils auraient pu faire la même chose avec les joueurs de longtemps surchargés, régénérer l'équipe, certains jeunes. Et il faut le faire. Parce qu'il y a des joueurs, gardez Nisselko, gardez le bon touche toute l'année. C'est ces joueurs-là qui doivent prouver. S'ils ne prouvent pas, ils prennent la porte. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, la suggestion qu'on fait, au contenant au niveau de l'entente, et on a pris ces décisions à Bouzid, et ça nous a permis de régénérer l'équipe. Permettre à l'équipe de prendre retrouver ses forces. Le championnat aligné pas mal de très bons résultats les jeunes. Quand on a l'équipe A avait repris ses forces, il y a les lèvres de la Coupe Afrozati coup d'état. شكرا جزيلا لكم الحاج نور الدين على هذا التحليل. سي سليم موساسي، ما قاله حسن حمار هو منطقي جدا، لكن دعنا نعود الى الوراء. هل لم تؤخذ في عين الاعتبار هذه الامور؟ فريق محترف بحجم وفاق سطيف، نتحدث اليوم عن المحضر البدني يحضر جيدا، عن المحضر البيداغوجي للانصار، عن محضر لنفسيه اللاعبين، عن ماذا يحدث او كيف نتعامل مع هذه الازمه بالذات؟ اولا تحيه صباحيه عطره وجمعه مباركه لكل المستمعين. كلام صواب اللي قالوا السي حسن، نحييه يعني باسكو يلي كوراجو في الاوقات الصعبه، يتحتم على الانسان يكون شجاع ويكون عنده قرارات معقوله ومدروسه. حسن دابيتود شويه هكذا مي نظن باللي لاميوري وعاد يهضر في هضره معقوله جدا، وقال باللي نريد كما قال هو وتفضل alors que كاينين دوطر فوا كي سو سون تيلفي، يعني اصوات هكذا، قال لك نريد حلول لا تحليلات. اللي يحلل باسكو عنده الصور ولكن اللي يلقى الحل هو اللي راه في لابواط، اللي راه في لا ميزون، اللي راه في الدار، اللي راه في الفريق هو اللي يلقى الحل. تا كما قال الشيخ دركا كي بو ميو دوني دي زافي تكنيك افيزي كيما الشيخ ولا الصحراوي دي زونترينور وقاريين ويعرفوا وفاتوا على الشيء هذا. دونك ميم هضرت انت قلت على ستاف لونتونت عندها ستاف الارجي الله يبارك سو لو بلون دي بريباراسيون فيزيك سي ان كا كي ان ديبلوم سوبيريور اللي راهم في الجزائر الكل نعرفوا انا فارس بالخير ان تيب تري كومبيتون وبرهن المدرب تاع الحراس ديبلومي من لي زونغ عند قراو لي زونغلي في باتنا في لي زاني 94 95 وديبلوم لان دي ميور ديبلوم تاع لي بريباراتور دي غارديان دو بوت في لافار المهم ان كادر سوبيريور ستاف تكنيك عملوا ولد كوب دافريك هو وجهاد وجماعه اللي راهم معاهم يعني سو لو بلون تكنيك. دونك هادو راهم ادرى ولا يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها سليم، ولكن الناس اللي يجيو من برا
بتاتر كيما اللي يلعبوا الضامور يلعبوا لي زيشاك، اللي يتفرج يشوف خير من اللي راه سولو راه بري بار لو فو دو لاكسيون. دونك اللي يتفرج و بلاند ولا لوان دو لا بريسيون، بعيد على الضغط، يشوف احسن. حنا واش نقولوا ديما، je ne m'immisce pas dans le domaine technique parce que c'est pas mon domaine, mais نهضر انا على دو مانيا جينيرال، طيب بصفه عامه على المناصرين اللي راه واحد اليوم يمثلهم من عائله كبيره تاع كره القدم، وكي قدي ما تم ايغال سينونيم فوتبول ومعرفه وتربيه واصل. طيب سي لي جون دواف سليم، الناس لازم تفهم باللي يا ينفع تو، ودوام الحال من المحال، دوام الحال. ما نكلحوش رواحنا تاع حنا نجيبوا جوار ما كانش مره ويلبس تريكو تاع لونطون يولي يخدم ويولي ميسي. اي هذه اي منامه، والناس فاقت نوض من المنام، نوض خدم. وكما قال الشيخ يا دي جون سو لو بون كي بيرسواف دي زانديمينيتي دي سالير ام فارامينو، خير من دي مينيستر ودي دكتور في لا ريشيرش، يلعبوا ويبرهنوا. ما كانش الميركاتو جاي ولا خلات الى ما داتش لونطون هاي ما اليميني من لاكوب دافريك. واش صرا في الصيف؟ مازالت النوض تصب في الخريف، ومازال يجي السمش، ومازالت الناس تدي السكنه ان شاء الله السمانه الجايه ولا الاخرى وتمشي، والناس كل تاكل ولا تينا بشكيب خليل ولا والخلا راه صاري اللوط. شكرا جزيلا لكم سي سليم اساسي. صحراوي التهامي كمدرب وكتقني، ما يحدث اليوم لخير الدين ماضوي قد يبعثر عنه الاوراق ويجعل الافكار تتشتت نتيجه لهذا الضغط الرهيب. كيف يتعامل المدرب مع هذه الحالات في مثل هكذا ظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جمعه مباركه للجميع. بون تقدر تقول مادام رانا بلا حركه رياضيه سما ناس يعني او تقدر تقول خمت بزاف الازمه تاع الوفاق. انا بالنسبه لي يعني صراحه ماهيش ازمه كبيره، لانها في بدايه موسم. اول حاجه في بدايه الموسم، والحصه اللي فاتت تكلمت انا وسي الحاج وعطينا رساله، قلنا بلي ما كانش ما تسرعش، وقلنا بلي هذه ليكيب هذه تقدر تقول شويه تقدر تقول تغيرت شويه، لازم لهم وقت. دي جون ما عندهمش الخبره تاع لا بارتيسيباسيون في الكوب دافريك، هذه تيان ليليميناسيون راحت جايه كوب دافريك واحده اخرى. هذه حاجه ثانيه. انا بالنسبه لخير الدين الماضوي، انا على بالي خير الدين الماضوي كيفاش راهي الحاله نتاعو في اللحظه هذه، راه تقدر تقول في تركيز كبير، وراه يحاول يجود في الحلول. مادام انه كيما يقولوا احنا رانا هنا في البلاصه هذه بناء الحركه الرياضيه تاع الويف تاع الولايه، ويعني تقدر تقول الوفاق يعني اللي هو يعني تقدر تقول المناره تاع المدينه هذه ولا تاع الولايه. الحلول يعني كيما راه نشوفوا، شوف اول حاجه انا بالنسبه ليا كمدرب ولا كتقني مرت علينا الحالات هذه، لكن الواحد يحافظ انه كمدرب يحافظ انه يستغل هذا الازمه، ما نقولش ازمه، يستغل هذا الباساج هذا برك. انا بالنسبه ليا الباساج يجي في الدوبي خير من اللي يجيك في النص ولا يجيك في لافان. الوفاق دخل في ان باساج تعرف شنو هو، ان سيرشارج سي فري، كاين ارهاق. انا ما نقولش ارهاق بدني، انا نقول كاين ارهاق بدني وارهاق نفسي. اليوم الوفاق راه في ارهاق نفسي. اول حاجه تشبع تاع الكؤوس بالنسبه للاعبين، هذه حاجه. يعني شنو هو، انه الطاقم الفني لازم يعرف كيفاش يسير الارهاق النفسي هذا للجانب الايجابي، هذه واحده. الحاجه الثانيه حتى انه في التدريبات، انه لازم تتنوع، تولي من بدنيه انها نفسيه. ليسي خلي اللاعب فريكونطاسيون تاع لي سيبورتور، هذه الحلول انا نعطيه فريكونطاسيون تاع لي سيبورتور، خلي اللاعب يتكلم مع السيبورتور، خليه رياجي، خليه يفرغ، لانه لاعب جديد ما يعرفش. هذو اللاعبين اللي جاوا جدد هذو ما على بالهمش المحيط تاع الوفاق كيفاش ماسي، انه مالف محوس على الالقاب، ومالف يعني تقدر تقول مالف على الالقاب ويحوس غير على الالقاب. ليسي لي جوار فريكونتي لي سيبورتور، خليهم يهضروا حتى انه اللاعبين، اسمح لي سليم، انه ليسي لي جوار فريكونتي، خرجوا واش عندهم مكبوتات، كاين مكبوتات داخليه، خاصه اللاعبين الجدد، نهضر اللاعبين جدد واللاعبين الشبان هذو، خليهم يخرجوا المكبوتات الداخليه نتاعهم وان شاء الله ينتظروا النتيجه. انا نقول بلي شنو هو، لي سيليجون ترافاي يعني يخدموا، ويعني رامي يكسروا في راسهم باش يلقاو الحلول. شكرا جزيلا لك سي صحراوي تهامي على الافكار هذه اللي اعطيتها. شوفوا مع احد المناصرين سي ابو بكر ماتام كما قال سي سليم، عائله رياضيه كذلك، وتتفاعلون كثيرا كعنصر من الانصار مع نتائج وفاق سطيف، لكن سرعان ما ينسى ناصر كل ما حدث من إيجابيات ويتذكر فقط الأمور الإيجابية، وهذه أزمة يعني، هذا مشكل كبير يعني. المناصر يعني كيفاش راه يعيش الجو يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك الاخ سليم على الاستضافه هذه. انا بالنسبه لي ما نشطركش في الراي تاع كلمه أزمة، انا بور مول الوفاق موش في أزمة. الشامبيونه بديناها البارح، غدوه لا تروازيام جورني، عادي جدا. لمسي عملنا معها ماتش، ني رحنا خسرنا في اليوسما،
بالك على رب انا لا كوب دافريك انا مانيش مديرها في الحساب الاخ سليم باسكو ما كانش ايكيب في افريك جابت دو كوب دافريك ورا بعضهم. الاهلي وما ادراك ما الاهلي وما جابوهمش فهمت ستون ايكيب كما كان يقول لك الشيخ الحاج النوري هي وبوتيتر شويه راهم دو زون لا تروا زون ما حبسوش. انا بالنسبه لي الوفاق موش عايش في ازمه لكن شفنا حتى ولو اسمح لي الاخ سليم حتى ولو نطلب من الانصار الغدوه باسكو ماتش واعر امام شباب قسنطينه ولا تروازيام جورني كما كنت نقول لك لا قدر الله حتى ولو نزيدوا نتعثروا الغدوه انا متاكد كما كان يقول الساعه حسن حمار انا متاكد ونقولها لك اليوم سليم بان الوفاق راح يرجع بقوه. لا تشفى في العام الدوبلي 2011 2012 5 جورني وقيله كانوا عندنا 4 بوان وديمارات ليكيب كونتر السير بي ربحنا في السير بي وديمارات. انا بالنسبه لي الفريق راهو عادي وكما كان يقول لك الشيخ صهراوي لازم نعاونوا الفريق هذا راهو عنده 9 شهور برك ملي دالك وهاو عاد عملوا التريبلي لازم نعاونوه دوك ما نطيحوش على المدرب وعلى البريزيدون هذاك لازم نكون ما نكونوش نكارين خير شويه راني نسمع في هذا الكلام برا سنا نطيحوا سنا هذاك مبكر. ردود الفعل في المدرجات ما كانتش مليحه يعني خاصه في المباراه جوستومون نعطيك ردود الفعل تاع المدرجات تاع العاصمه مغلطي لي سيبورتور اللي اسمه ثاني سي سليمه كانت عندها زيرو بوان ثاني هو ثاني يقول لك نربح روسيفا وعندهم ديها وعرضوها خارج الجياسكا ايماجين غلبته لونطونت ويزيد يخرج عرض الجياسكا يزيد يخسر ها هو يدخل هو ثاني في ازمه. انا بالنسبه لي الوضع في وفاق سطيف عادي جدا. شكرا وهذا رايي الخاص يعني. شكرا لك سي بوبكر ماتان. حاج نور الدين كي نجد الحلول يجب ان نتفكر في او نتذكر ما هو بير يعني الحاجه الكارثيه. تصور لو ان قدر الله خسر وفاق سطيف هذا السبت مع شباب قسنطينه كيف تتصورون سيناريو الطاقم الفني المدرب لان المدرب هناك قد يهدد بالاستقاله وبالتالي يدخل وفاق في نفق اخر يعني دواما انا جو بونس اني قلت لك توت لي غراند زيكيب باس بار سو جون سيتوياسيون. Maintenant, les solutions, il faut d'abord trouver le mal. Est-ce des problèmes psychologiques parce que l'équipe a été régénérée, enfin remodelée, chouïa à certains jeunes. Est-ce que c'est psychologiquement qu'ils n'arrivent pas à supporter un peu la pression faite par les supporters, par le besoin de résultats. Si c'est ça, il faudrait discuter avec les joueurs, les remettre en confiance. Un tas d'actions qui peuvent être faites par aussi bien le staff technique que le staff médical. S'ils ont un psychologue ou là-bas qui peut discuter avec les joueurs, ça c'est faisable. Ça c'est des solutions si le problème est là. Maintenant, si c'est des problèmes d'organisation tactique, des problèmes de forme physique, ou là, de choix de joueurs, de complémentarité sur certaines lignes ou là-bas, c'est le staff technique qui doit trouver, c'est-à-dire au rang des failles تاع ليكيب وي لو بروبليم تاع ليكيب. الحاج بين قوسين واش قال حسن حمار يعني مهم قال رايحين نشوفوا الخبره تاع زيايا تاع دلهوم تاع خضارية ماذا يقصد بهذه الفكره؟ نو جو بونس كو با سي سا سي ميتر لا بريسيون سور 3 ولا 4 جوار في ليكيب الوغ كو زيايا الى ابيتود داتر في البون يدخل ان كاردور 20 مينوت يلعب ولا ذاك. مو جو بونس البروبليم ني با لا. انا لو سول تروك يعني كو جو ريبروش الحمار سي سيت سنتراليزاسيون دو ديسيزيون. Il faudrait peut-être laisser d'autres cellules décider pour certains problèmes. Parce qu'une équipe, enfin, un club qui m'a aidé, par exemple, je pense, parce que quand vous lui avez posé la question, vous lui avez dit, vous avez dit, واحد ما يسمعوش راح نديرو غير انه مضوي تكستويلمون سي لا و جو نسوي با تيرمون داكور معاه. Il ne consulte pas les dirigeants li معاه. Il a un staff technique élargi. Il devrait avoir, c'est un grand club longtemps, ce n'est pas des équipes تاع كارتي قال عنده بريزيدون هو اللي ريكروتي هو اللي يجيب هو اللي يزعق هو اللي يقلب هو اللي يلعب هو اللي يدير لا فورماسيون هذاك سا نو مارش با كوم سا. سي دي سيلول دو ريكروتور اللي عندهم En principe, un club qui m'a aidé, a une cellule de recruteurs, a une cellule de suivi à certains joueurs localisés que dans certains petits clubs. Ou là, certains... Ce que fait le Harrach. Elle a des recruteurs qui passent le message à l'entraîneur en chef. Il va superviser les joueurs et tout. Ils les suivent et à la fin de la saison, se met déjà un joueur un tel petit club. S'il n'avait pas des cellules d'observateurs réparties, il ne pourrait pas faire comme ça.
je pense que l'entente devrait diriger sur ce genre d'organisation plutôt que centraliser. Parce qu'après, parce que je suis d'accord, mais avec ce qu'il dit, je prends la responsabilité de Aouchar Hassari. Parce que c'est lui peut-être qui a recruté les joueurs, c'est lui qui les a ramenés, donc il en prend la responsabilité, alors que ce n'est pas son rôle. En doute, des cellules qui doivent travailler sur ce domaine-là, recruter, observer, trouver les besoins de l'équipe, ce qu'on les libère, ce qu'on les laisse, ce qu'on les dit, ce qu'on les dit, ça ne doit pas dépendre uniquement de l'entraîneur en chef, la décision finale le revient. وهذا الحاج كنا حابين ندرجه هذا كالمدرج يعني موضوع رؤساء الأندية وتأثيرهم ما يحدث لشبيبة الكبائر لتعنت رئيسها رغم كل الأمور التي حدثت لكن لذيق الوقت حاولنا نختصر بعض الأمور نشوفوا في الندوة اللي جرات أمس بمدرسة الرياضات ومحفوظ قرباج وكذلك سيد محمد روراوة رئيس الاتحادية أبرز ما جاء به سيد رئيس الرابطة محفوظ قرباج هو أنه عاد للأفارقة الحاج نور الدين وتحدث بصرامة وقال لا إفريقي يوجد ابتداء من هذا الموسم ويتحمل كل فريق مسؤوليته ونحن نتحملنا فقط نستمع إلى ما قاله قرباج الإفريقي يتقبلها لأنه لما احنا قلنا نهار اللي كان قادر أشقى كلام للاستهلاك هذه حاجة أخرى ولكن الواقع أنا نتحدى أي فريق أي رئيس فريق يجيب الآن لاعب أجنبي يدفع المصاريف تاعه للخارج بدون ما يمر على الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالتالي المشاكل هذه قال نحبسها والرؤساء أغلبهم أنتم متفاهمين احنا في الاجتماعات اللي درناها سواء مع الفرق الغرب وإلا في الفرق الوسط ولا فرق اليمن الشرق كلهم متفاهمين وكلهم موافقين يعني نعطيكم مثال احنا درنا إحصائيات انه لو نقلصوا اللاعبين اللي ما لعبوش على مستوى النوادي بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية حوالي 20 مليار استهلاك إضافي وعليه علاش تحتاج 18 ولا 19 لاعب ولا 20 لاعب ومن بعد تستعمل اللاعبين تاع الإيفنتية هذوك تاع الأمال هذوك او لا ريزيرف اللي عندك افضل منك تجيب لاعبين ويبقى ما يلعبش وهذا واكثر من هذا اذا كانوا اجانب يعني اذا هذه الصرامة التي تحدث عنها محفوظ قرباج عن الافارقة الاجانب طرحنا عليه سؤال اخر يتعلق بتسقيف الاسعار نستمع الى الفارق الموجود بين ما قاله أو توقيف الأجور نعم أجور كنا قلنا الأسعار لاعبين لأنهم أصبحوا كالأسعار نستمع إلى تسقيف الأسعار ثم نعود تفضل محفوظ قرباج كنت تحدثوا إلى تسقيف الأسعار بالنسبة تسقيف الأسعار لاعبين ولم تطبق لحد لا مهدي لأنه هذه الرؤساء ما احترموش الاتفاق اللي كان بين بيناتهم من قرارات ردعية مثلا احنا تقرر احنا قلنا الآن قلنا الرؤساء تحبوا ديروا هذا التسقيف ديروا جمعية عامة تاع الرابطة وندخلوا في القوانين العامة تاع كرة القدم وبالتالي تولي لما يكون تتجاوز السقف محدود السقف لما تجير على بما انه قانون داخل قوانين اللعبة يصبح انه تجيب اي عقد على مستوى الرابطة ترفضه اذا كان سليم مرساسي محلل ما قاله محفوظ قرباج يعني هناك تناقضات بين طرحه الاول والثاني لما قال هناك صرامة في التطبيق ثم تسقيف الاجور قال رؤساء الانديه ما حبوش يقبلوا ما هو وزن رؤساء مشكل هاو المشكل شفتي احنا نزون طامور لا سيزيام اني بروفيسيونيل سما ندخلوا في العام السادس للاحتراف ولكن في بعض التحاليل تلقى الانحراف ماهوش وحان وقت الانصراف للبعض ايه باسكو سينو تولي حاجه اخرى لا لانه نحن دائما في حاله طوارئ نجيرون الارجانس والانسان اللي يسير حاوله الطوارئ السليم في كره القدم صعيبه جدا لما ما كانش كما قال الشيخ كوبيليا جوست تيتر دايور اون با اورغانيزي دي زاسيز دو فوتبول من اللي دار مرشيد حرايق الله يرحمه سي تيرميني من هذاك النهار ما كانش قاعده صلبه تمشي وتقنن هذا الممارسه الكرويه تاع كره القدم في الجزائر هاو المشكل اللي عندنا اون با اورغانيزي ما درناش جلسات رياضيه تاع كره القدم ونخرجوا بين بلاتفورم ما بقاش زاد واحد قال لي دير يكسر انت تروح الحبس انت راك تجيب وراك تسلك جوار احنا قلنا باللي 100 مليون ولا 200 مليون للشهر انت تعطي له 800 مليون 600 هذيك ما جبتها سبونسور لازم تعقب لا كونطابيليتي وتتحاسب عليها باسكو ما بلاتش من ملكيه خاصه فريق ولا نادي ولا رابطه ولا اي حاجه من اللي دواف كومبروندر بلي سو ني بلو لا لافوار بالنسبه لويكلو سي سليم وساسي هل هو حل ايه لويكلو شوف نقول لك جوسكا بروف دي كونترير هذا هو واش قدرت دير الدوله سكر استاد والشعب خليه مسكينه وين يقدروا يروحوا ها ما ديروش لويكلو واش دير
هي الجماعه مسلحه الشيخ نو باسكو دو فاسون لو ويكلو اكزيست ميم دون لي بي بيان سور دو فاسون بيان سور ريغلومون كي اكزيست ميتنو حنا اي ديفيني سيستيماتيك ولا الي بوركوا باسكو كيما كان يهضر سليم وهضرنا عليها قدام خطره لي سوليسيون هادو Ce n'est pas uniquement la Ligue nationale qui les prend. Les solutions mettent le gain à la Ligue nationale. Il faut consulter quel service de sécurité vous serez mis le moral. La justice vous serez mis le moral. Les footballeurs vous serez mis le moral. Les clubs, les présidents de clubs. Pas seulement qu'à gagner pour les clubs. Vous empêchez par exemple, Rodoua par exemple, 5 juillet, MCA, Entente par exemple, ou la 80 000. USMA, Entente, ou la USMA, MCA, c'est 80 000 personnes oui. qui rentrent. Ça. 80 000 personnes. C'est minimum 2 milliards de gains pour le club qui reçoit, par exemple. Donc c'est un manque à gagner pour le club. Le sanctionner, c'est sanctionner d'abord le sport, sanctionner les caisses, c'est le club qui organise, c'est sanctionner les supporters, les khatines, parce qu'il y a une minorité qui va dire ce qu'il y a. شكرا لك الحاج نوردين. صحراوي تهامي تحدثنا على السانكسيون كما قال الحاج نوردين هذه العقوبات التي تحمل أنصار مولودية العلمة الكثير منها يعني كمقارنة بما يحدث لوفاق سطيف اليوم من أزمة ومولودية العلمة والأزمة التي بدأت تغوص فيها إشكالية في رئيس النادي إشكالية في أجور اللاعبين إشكالية في هجرة جماعية للاعبين والمناصرين هم اللي راهم يخلصوا نقولها بكل صراحة يعني لا نقول احنا الهيئة الكبيرة اللي راهي الرابطة ولا لا فيديراسيون راهي ترقع قلنا السمانة اللي فات تلقى مشكلة كذا ترقعوا فيت ترقع برك ما كانش دراسة ما كانش تخطيط وهذاك بون بور الأنصار تاع الفرق هذه اللي راهي يعني تقدر تقول سواء احنا مادام رانا هنا في سطيف نهضروا على الوفاق ولا نهضروا على العلمة ولا ذاك الأنصار يعني تقدر تقول يحبوا الفرق تاعهم ماشي ما نقولوش احنا ضد الفرق تاعهم مي كل مجموعة تاع سيبورتر ولا كل سيبورتر شخصي كيفاش يعبر على هذا الغضب نتاعو مثلا هنا في الوفاق كل واحد كيرى الوفاق راه كاين واحد اللي راه يقول بلي في أزمة كاين واحد يقول لك ماهيش في أزمة كاين واحد يقول هاي تمشي هكذا كل واحد كيفاش يعبر لكن وشني هو نولي شويه السؤال تاعك سليم قبيله قلت عبر الماتش تاع السياسي سوا دوك حسن حمار ولا ماضويس ما راهم دايرين كل شيء في روسهم خمين على كل شيء احنا ما نتمناوش يعني باش تكون مي وشني هو نقول مقابله صعيبه بزاف صعيبه لكن وشني هو تكون حسابات كبيره سوا الطاقم الفني كاين انا نقول لك بون احنا قلنا ماهيش ازمه قلنا سوء تفاهم انا ما عجبتنيش لا ديكلاراسيون تاع لونترينور مسيو ماضوي كي لا دي قال باللي راه دخلنا مرحله شك ماهيش مرحلة شك مازالت انا ما عجبتنيش ديكلاراسيون هذه لانه اطون كو برينسيبال اونترينور برينسيبال وتقرا وعندك مجموعه من الشباب يعني ما كاش يعني اصحاب خبره كبيره ممكن هذا الكلام هذا انه ياثر على اللاعبين على المجموعه اذا كان مشكل نفسي ثاني حاجه حسن حمار ثاني وين قال لك انا نتحمل كل شيء وكونترار وكونترار اون كو بريزيدون سي فري كاين وين تتحمل مسكين في حدود مسؤوليات شكرا لك صحراوي التهامي سي ابو بكر ماتان حسن حمار قال يجب يساندنا الانصار الا تعتقد بان تصريحات رؤساء الانديه يطالبون بالانصار دائما في الفرح الشديد او الماساه الكبيره يعني الفتره الموجوده بين هذا لماذا لا تكون هناك اتصال مع الانصار لجنه انصار قال هم اللاعبين اللي انتدبناهم على ترقي الفعل تاع الانصار وبالتالي ما يحسوش بهذا الشكل اللي تحدث عليه ماضوي وحسن حمار وما شابه ذلك واش نقول لك كاينه نيجليجونس كاينه تقدر تقول كاينه وما كانش حتى حسن حمار وقال لك احنا ثاني غلطنا في حوايج والسي سليم المناصر يبقى مناصر والديريجون يبقى ديريجون وانا نتمنى كمناصر كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو الديريجون يتحمل المسؤوليه تاعو البريزيدون يتحمل المسؤوليه تاعو الجوار يتحمل المسؤوليه والمناصر كذلك يتحمل المسؤوليه تاعو كاينين بعض المناصرين الاخ سليم ثاني يدخلوا بزاف كوتي تكنيك وذاك نتمنى كل واحد برك يتحمل المسؤوليه تاعو هذاك وان شاء الله نولي الانصار ان شاء الله كما كان يقول لك الاخ صحراوي غدوه مقابله المناصرين ما نلومهمش يا سي بوبكر ايش ما تشوفهم في الاقتصاد الازمه الاقتصاديه اللي راهم يناقشوا فيها علماء انا بالي ما نلومهمش هذاك لامور دو كلوب مسكين اللي يخليها لامور دو كلوب اللي يخليها هكذا يدير وهذاك ما نلومهمش مي ثاني لازم يتوعوا شويه انا حبينا نقولوا باللي الفريق المحترف لازم ياخذ بكل هذه الاعتبارات الانصار راي التقنيين راي اللاعبين القدامى راي الناس اللي ساهمتوا سي سليم انا ما شاطركش راك تقول فريق ما كانش احتراف الجزائر كما كان يقول لك الاخ سليم اساسي ما كانش احتراف مازلنا بعاد عليه بزاف كانش احتراف الجزائر الحاج نور الدين المسؤوليه يعني بالنسبه لرئيس الناديه لما نقول الرئيس هو العقل المدبر يعني لكن دائما لما تعود ازمه الاتهامات قد هو حسن حمار يقدر يهضر هكذا بكل صراحه يقول لك انا نتحمل المسؤوليه لكن لما يحدث الاشكال لا قدر الله تازمه الامور راح يكون ممكن هناك حديث اخر يعني
Non, là, je pense que Hassan il a raison de dire ça parce qu'il veut peut-être que la pression soit sur lui plutôt que sur les joueurs. Il veut protéger peut-être Ousmane Dembélé. Voilà, je persiste à dire que un club ne doit pas fonctionner comme ça. كي ما كان يقول ابو بكر وسليم اوني لوان دي بروفيسيوناليزم خاطرنا نشوف خاطر اون افي سوجيري اسكو لي سوبورتير سو اورغانيزي واحد ان بريزيدون نقدر نقول دوكا تاع العلمه قال باللي راح نقلبوا الناس 62 شوف كيف راهي تمشي برشلون شوف كيف راهي تمشي ريال مدريد شوف بي اس جي اللي كان ما عندهمش دي سوبورتير اورغانيزي افيك ان كوميتي اللي يتحاسب ويعيطوا لهم بور لورغانيزاسيون دي ماتش هذاك يجي يقول لي باللي راح نوليو 62 او كونترير خاطر صدق لي سوبورتير هاك على جال لي سوبورتير تاعك هاك طحت خليت لي سوبورتير ديرو رايهم اخرين اي با سي دي سي مينوريتي اللي راه يدير في المشاكل سني با لونسوم دي سوبورتير سور لي 30000 سوبورتير تاع لونتونتيف ستاد بتاتر يا اون سونتين كي في دو بروي كي انسولت ولا ذاك لا سونتين هذي ادوا اتر لوكاليزي ادوا روندر دي كونت لا بوليس ولا جوستيس سي سا سي اون باس بار سو ستاد لا الناس تولي تروح تشوف الرياضه ما عجبكش الماتش تخرج لكن خليني الحاج نطرح لك سؤال وجيه يعني ما حدث في القبائل والضجه التي كانت ضد رئيس النادي سيد محشنيف حناشي لكن الامور تسير وكان راي الانصار لم يؤخذ به بتاتا نو باسكو لو كوميتي هذا اللي عيطوا له سوفغارد تاع لا جي اس كا الى يو لانتيليجونس دو دير حنا ليكيب رانا معاها رانا نساندو فيها لو تيران راهو خاطينا مناش نهضروا على التيران نحوسوا حنا على البريزيدون يل دوا روندر دي كونت يحوسوا على البريزيدون حناشي يروندي دي كونت يسير لو فو يجبد روحو مي هما اي نون با توشي ليكيب اي نون با تو اي زون ايسيي بار تو لي موان دو نو با توشي لا سيرينيتي تاع ليكيب رغم انهم خسروا في القبائل يعني مي دو فاسون باسكو هذا اي زون فو لحناشي حناشي ابارامون الى دي بروتيكسيون شكرا جزيلا لك رسالتك وصلت الحاج نور الدين أشكركم جزيل الشكر صحراوي التهامي سليم أساسي المحلل والناقد أوسي بوبكر ماتام عن لجنة الأنصار نعود دائما ونقول يجب أن نحترف بعقولنا وإن كان الاحتراف لا يوجد في أرض الواقع فريق شباب قسنطينة فريق كبير سبق وأن أقام مباريات كبيرة وكبيرة مع وفاق سطيف نتمنى أن تكون غاية في الإثارة والروح الرياضية وتنتهي في روح رياضية عالية ونتمنى 3 نقاط للوفاق من أجل أن يحدث ما يسمى بالديكليك مستمعين الكرام أنصارنا الرياضيين أشكركم جزيل الشكر ونلقاكم في محطات أخرى بإذن الله.